بسم الله وكفى سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا ثبت اقدامنا فيما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من خير الصابرين على الاذى. اللهم اجعلنا من المنتصرين على النفاق والشقاء وسوء الاخلاق. امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه منه وبركاته. مرضى أتحبكم إن شاء الله تعالى بعض حكم الإمام علي كرم الله وجهه. مثلا يقول: ثلاثة يرحمون: عاقل يجري عليه حكم جهل، فيما نحن نجري علينا حكم الظالمين عبر وضائب. ها هو كيفاش ربي يرحمنا بهذا؟ هذه بداية النص. وضعيف في يد ظالم قوي. شوف منا كم رأت البشرية من ظلم الذين يدعون الإمامة ويدعون القيادة ويدعون السيادة والمسح. وضعيف في يد ظالم قوي وكريم ضعيف في يد ظالم قوي. كما تو اخواني المسيحيين في مصر هم اختاروا الضعف، لان مسقط كل الطيبة الشابة فاصبحوا ضعفاء، فكان بهم الكلب السيسي، واحنا كنا اصله يهودي. ابحثوا عن معاي السيسي وستعلمون عن الكثير من الرزايا والخطايا والمؤامرات الشنيعة. وضعيف في يد ظالم قوي وكريم قوم احتاج الى العلم. بعثنا النبي عليه الصلاه والسلام انا باش يعلمنا كل الاخلاق العاليه، لان كان على خلق عظيم. قال من جمله ما ترحموا انا سيد ذل يوم من الايام، سيد قوم ديني عدلي ادابي كرمي ضعيف. انا هو ذل صاحب الدنيا اكرموه. وقال كذلك الإمام علي كرم الله وجهه: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث: لا يعرف الشجاع إلا في الحق وقليل، ولا الحليم إلا عند الغضب. يعني هو غضب يجري نفسه من مقصود، حب ينتقم، حب يسجن، حب يقتل، ولا الصديق الا عند الحاجه. انا ما اعرف اخواني عند الحاجه. كذلك اقول: ثمانيه اذا اهينوا فلا يلومون الا انفسهم. يعني هو وصل روح لله. الاتي طعاما لم يدع اليه استخدم كمان. هيا مألوبة منا اصحابها يختارون من سيزورهم. ويقول الكرام بيكرم، والمتأمر على رب البيت ببيته كما سوى سيدي، ولا من هو صادق الناطق، من الحل والعقل يده هو، ما غير حتى رضا إلا رضا السفلى من مصر السقي. اليوم شوف كل شيء، أي ضابط لا يحاسب. لماذا؟ لأنه يحب من يمحق الإسلام ويقطع جبير المسلمين. والمتأمر على رب البيت ببيته، ولا طب سائر فإذا بي ولا هو الكل. من أين لك هذا؟ يعني أنت منا كما تقول أنت غاصب تطرح رب البيت وتولي أنت مكانه وتقول حتى خرجوه أمري ممكن ربما مرت وغاد ويحب يمسكوا فيه، فإذا بي أنت كما كنت شعبت معه. وطالب المعروف من غير أهله، يعني تمشي الناس ما هو مش على المعروف دائما قالوا كل ما هو مشؤوم كل ما هو مكروه بتمشي له. وطالب المعروف من غير اهله، والداخل بين اثنين لم يدخلاه. وانتم سنين راه فيهم نقطه سنين وانت تجيب البنات تشوف ايش قال يتحدوا كما الكلاب اللي تتبعونا من جواسيس حكم الظالمين.
مش مستحيل وين نمشيو الا ونطاو ثيابو مع شحن لماذا؟ لانه في الخوف الشديد ونحن لسنا نصعد الشر ومن القيام يقولوا فلان ترى قاعد يفسد الناس في الاسواق وفي المؤتمرات وفي الاعياد وفي الافراح حتى في الناس اللي سبت تسكن نحن نرسل واحدا نحن ندخل بالكلمة الطيبة ونعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى ونقصوا من غفلتهم ونخفوا من خسائرهم وعلى مدى والداخل بين الاثنين لم يدخلا والمستخف بالسلطة هو هذا السلطان أنا يحفظ أمن ويرعى الإمام وصادق في القول والعمل ماذا ما زلت تستخف باسمه والجالس مجلسا ليس له بأهل تدخل معنا وأنت لئيم احنا من الموجودين عم نروح لحيتك وقميصك ومنا هذاك منا كما تقول الباسبور هذاك جواز الدخول في صفوف لا والجالس مجلسا ليس له بأهل والمقبل بحديثي على من لا يسمعه على دائما نعبث بأنفسنا ونعزى فلا نقعد مع الناس لا يتركون حديثنا بتنا ومن جرب المجرب هو جرب تحب تجرب مش تهينه هو مجرب وصير بذلك جرب النبتة كما يسمى كما تقول في عنادياتكم في الفصل الفلاني فرقيت التربة اللي هي موجودة فيها ولا ما قالوا جرب فيه تقول شو رأيك كذا هو رأي ربما لم يعلن عنه لكن رآه الناس وجربوه وانت داخل على الأعلى في التلفزيون الجارية بس يخطى بس تعلم القدر وتختار له رزق ورزقه لا إله إلا الله يقول كذلك الإمامنا رضي الله عنه الثناء بأكثر من الاستحقاق ملك يعني تملق أن تقول ما ليس بقلب يقول أشياء تختلط اختلاط في الشعراء ما لا يمدحون داخليتهم هم اللي ما الممدوح والتقصير أي من الاستحقاق التقصير من الاستحقاق عن الاستحقاق عين ما حسد عين يعني بطلان وكلام إنسان أحمق أني لذلك ما يعطيش الناس حقهم أنا لا نقص حق الناس حقهم لكن العين الذي لا يكون مهر في الكلام فلا ينتهي الأمر إلى أعطي الناس حقهم والتقصير ناتج عن الاستحقاق عي وحسد أما عي قلنا إنسان لا يكاد يبي وألا حسد لأنه أنت ريت أحسن البلاء أحسن الصنعة أو الكلام والنصيحة أنت تنقص من حقه بطريقة أخرى مش قيلك هذا الدور تقصير ما عندك حاجة يعني أنت حاسد ولله وذر الحسد ما أعجله بدأ بصاحبه فقط نصير في طريق الحكم سيدنا علي كرم الله وجهه ثلاثة يؤثرون المال على أنفسهم تاجر بحر لأنه قام بحياته لأنه حد ينمي ماله بالتجارة وصاحب السلطان يصير أنت سعد لكن قد تقتل معه أو ربما الكأس المسموم كان مش مشيله لا إذا بيجي تقول يعني ولكن تقول أنت خلت ولا تحب فريراك أنت مسموح بكل شيء في حضرة السلطان ولا صاحب السلطان الذي تولى ولاية وعرض نفسه للاغتيال وصاحب السلطان لانه طرد على موقع كما ذاك المنظم اللي هو محط انظار المسلمين وصاحب السلطان والا المدافعين عن فوق قد يقتل ويغتال لانه لم يحسن السيره
والمر تشاء العقد. هذا ما يقدروا المال على نفسهم. تبدا تاخذ رشوه مفتاح قبرك. والمال هذا كمال حرام، وكل لحم نبت من حرام اهله النار. كذلك Lord, we commit our lives afresh and anew into your hands. We say you're our Lord, our God, our Savior. May you mold us into who you want us to be. Lord, I thank you that you're فكرتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلميين. وهو اسم واقع على ستة معان. أولها الندم على ما مضى. والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا. والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبع. والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحر. وكل السحر المكسب الحرام. فتريبه بالأحزان. نفساً وبدن. حتى تلصق الجلد بالعظمي. وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس أنت تذيق الجسم ألم الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية. شوف. أمور عالية عالية قيمتها رفيعة. كما أذقت حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله. هذا الناس اللي يزرع على الإنسان أستغفر الله ولا يعلم معانيها فهو من الأحمقين والعياذ بالله. وربما يكون من الأبناء الذين خاسرين في الدنيا والآخرة. والسلام على من يتبع الهدى.